بشكل عام بدراسة موضوع إعادة توجيه الدعم وتوجيهها للشرائح الأكثر احتياجاً، مو بس المعاقين، يعني كل العلاوات وكل المساعدات الاجتماعية ممكن يعاد دراستها في إطار نفس الاعتمادات وتوجه أكثر للفئات المحتاجة أكثر أو الأكثر احتياجاً. أبرز الأمثلة الناجحة في هذا المقترح هو المعاقين من ذوي الإعاقة، لأن بالفعل في معايير اللجنة وافقت عليها ومشت فيها، وهي مراعاة درجة الحاجة أو درجة الإعاقة، معايير مكتوبة ليس فقط موضوع 100 أو 200. حددنا المعايير، ما هي الإعاقات الشديدة الصعبة، وما هي الإعاقات المتوسطة، وما هي الإعاقات البسيطة جدا اللي ما تعيق الإنسان عن مزاولة عمله. أيضا في عنصر آخر هو الدخل، الأسرة اللي دخلها عالي والأسرة اللي دخلها قليل، والشخص اللي يعمل وعنده إعاقة بسيطة والشخص اللي لا يعمل ظروفه. كثير من المعايير وردت ضمن دراسة اللجنة المشتركة اللي تعنى بكل موضوع إعادة توجيه الدعم. إعادة توجيه الدعم لأغراض ممتازة، زيادة كفاءة الأنظمة اللي متبعة، زيادة فرص دعم الناس الأكثر احتياجاً، تحقيق مزيد من العدالة، تحقيق مزيد من الشفافية. وأبرزها واللي ما عليه خلاف كان بين السلطتين لكن هو وارد ضمن الباكج هو الإعاقة، لأن في نفس الوقت لازم تدرس الشرائح الأخرى حتى البسيطة والمتوسطة وكيفية الداخل وما داخل، وهذا ما حسم. والحكومة تبغي إن شاء الله عما قريب تفتح لنا المجال إن مع الأخوة أعضاء اللجان الشورى والنواب، بحيث إن نجلس ونحط النقاط على الحروف، لأن قطعنا شوط مع بعض، قطعنا شوط وحددنا كثير من الأفكار الإيجابية اللي إن شاء الله نتوصل عما قريب إلى إعادة بدء العمل وننتهي إلى، وفي أمور طيبة في هذه إن شاء الله وفي غيرها. طالما نوايانا يعني أكيدة بأن إحنا نتوجه للأكثر احتياجاً وشيء طبيعي ومنطقي جداً، لكن محتاج لشوية وقت وشوية جرأة إن نستطيع نقول إن نستطيع أن نعيد هيكلة بعض العلاوات ونوجهها. يعني مثلاً الإعاقة الشديدة 14% من مجموع الإعاقات، الإعاقات الخفيفة جدا اللي يعملون ولا تعيقهم ودخلهم عالي بعد 14-13%. شلون تسوي المعادلة بحيث انه يعني تعملين إعادة توجيه الدعم بصورة جيدة للمجموعة هذه والمجموعات الأخرى؟ ما هي العوامل الأخرى المؤثرة في دخل الأسرة ودخل المعاق؟ ذكرتي موضوع المعاهد ورسوم المعاهد أيضا ضمن الباكج، يتحمل ما يتحمل شلون يتحمل؟ فإن شاء الله يعني ما في اختلاف على الروح الطيبة والحماس اللي دائما تتحلم به، لكن إن شاء الله عما قريب نقدر نسمع توجيهات ونستمر في العمل المشترك ونطلع للمواطنين إن شاء الله بنتائج طيبة.